وكمان هقول لك على الفرق بين اعلى ماركتين في اقلام الرصاص، ماركه الفيبر كاستل وماركه الاستيلر. واول غلطه عملتها في المجال ده، اول ما فتحت عيني كده ولقيت نفسي حلو في المجال البورتريه ولقيت مستواي بيتحسن كل مره عن الثانيه، رحت جبت علبه اقلام رصاص مكونه من 24 قلم زي ما انتم شايفين كده. رحت اشتريت علبه الاقلام الرصاص ديت، ودي اكبر غلطه انا عملتها في المجال ده. ونصيحة مني، اوعى تعمل الغلطة ديت لان انت مش هتستخدمهم كلهم. اكتر حاجة ممكن تستخدمها هي 12 قلم بس، والدرجات التانية انت بتجيبها مع نفسك. ولو انت حابب تشتري الادوات ديت هات درجات متفاوتة، يعني هات درجة وسيب التانية. هات درجة ال H وفوت درجة ال 2H، وهات درجة ال 3H، هات درجة ال B وفوت درجة، وهات درجة ال 3B، هكذا. لكن ما تجيبهمش كلهم. علشان كده افضل ماركة لو انت حابب تفوت الدرجات لازم تشتري ماركة الفيبر كاستل، ودي ممكن تفوت درجتين في القلم ويديك نفس الاحساس بتاع كل درجه. وميزه العلبه ديت ان كل الدرجات بتاعتها ثابته، يعني درجه ال H غير درجه ال 2H. اما بالنسبه لماركه الفيبر كاستل فدرجه ال H ممكن تديك معاك تون ال 2H وتون ال 3H. لو انت حابب تفوت في درجات الاقلام عشان توفر في الفلوس، افضل ماركه ليك فيبر كاستل. ولون الاقلام في ماركه الفيبر كاستل بيكون لونها زيتي، ولون الاقلام في ماركه الاستدلر بيكون لونها ازرق وفي حته سوداء من ورا كده. فبس يا سيدي، اتمنى الفيديو يكون عجبك، ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب علشان نشوف فيديوهات زي دي كتير.